انا معكم دائما مباشره على الاثير اذاعه صوت مباشره من الساحه ديال السوق ديال واقف بالعاصمه القطريه الدوحه. ليكيب ديال راديو اصوات باقا كتبع معكم، انتم كتشاهدونا مباشره في هذا البث المباشر. كنتلاقاو مع وجوه اللي معروفه ملي كيشوفوا قلت لكم الكاميرا ديال اصوات شعلات، كلشي كيجي مره معنا. شفنا واحد الفنانين، هذا واحد جينيو فنان جينيو، نتمنوا انه يكون لاعب هذا ابن الاخ ديال الفنان ديالنا وصديقي العزيز سي عبد الله الداودي. غتقول للمستمعين الابتسامات ديالك يعني ديال الفريق الوطني المغربي اللي وصل حتى النصف النهائي. انا فرحان المغرب مشاو حتى للدومي فينال، داكشي هيستوريك، اول مره طرات. انا فرحان بزاف، اللعابه داروا الترافاي ديالهم، المدرب دار الترافاي ديالو، وكاع لي سوبورتير كاملين فرحانين بحالي. جيسبيغ نربحو لا ثوازيام بلاص ان شاء الله، جيسبيغ فرنسا تربح حتى هي الدوله ديالي. قول لنا بالفرنسيه وبالانجليزيه وبالعربيه. قول لنا بالفرنسيه والعربيه وبالانجليزيه. حي المغرب، لعبه المغرب. Je suis très content que le Maroc soit arrivé jusqu'en demi-finale. L'Inglésia. I'm very happy that Morocco came to the semi-final. بالعربية. Si! 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 Si!